مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلاً مع شبكة تلفزيون. يا طير عشك خلا ورفاقتك شالوا، خلوا عليك الحمل وأعمارهم شالوا. طاح الثمر قوم لا حطوا ولا شالوا، ريشك يحت بعجل داري زمانك دار. شوف اللزيم الذي يترس عليك الدار، طق المطر وامتلى صحو السما بكدار. والعمر ليلة ويمر شايل مع الشالو، شايل مع الشالو. طبعا القصيدة اللي سمعناها هي من شعر شاعر بحريني علي عبد الله خليفة، واللي قراها لنا هو والضيف عندي في هذه الأمسية، طبعا كلكم تعرفونه، اللي هو الأخ جاسم شهاب. أنا راح أتكلم ويا جاسم شهاب، وراح أقدم لكم جاسم شهاب عقب ما نشوف هاللقطة. شفنا أغنية حبيبي شمعة الجلاس، إحدى الأغاني الحلوة جدا اللي ياما حبيناها من تأليف جاسم شهاب. شفناها أبيض وأسود لأنها سجلوها أيام قبل أسير التلفزيون ملون. جاسم شهاب شخصية في الواقع متعددة الجوانب، اشتغل في الإذاعة، اشتغل في التلفزيون، وقرأ أخبار، وقدم برامج، وقدم تعليقات، وألف قصائد، واشتغل شغلات ثانية في الحكومة راح نتكلم عنها، وهو يشغل حاليا منصب المستشار الصحفي الكويتي في القاهرة. رحبوا معاي جاسم شهاب. مساء الخير وحيد، هلا بيك ورحب فيك في البرنامج. الله يسلمك، واشكرك على قراءتك للقصيدة. اخوي جاسم، انت من الناس اللي مو غريبين على جمهورنا بالكويت في الواقع. ولو نظرنا إلى الوراء شوية أو أكثر من شوية، لشفنا في فترة من الفترات أنت كنت من الناس اللي في الواقع وضعوا لبنة البرنامج الشعبي في إذاعة الكويت اللي يسمى حاليا البرنامج الثاني، كان أعتقد يسمى الإذاعة الشعبية، كان اسمه إذاعة البرنامج الثاني. إذاعة البرنامج الشعبي. طيب احكي لنا عن قصتك مع البرنامج الشعبي. هو الحقيقة في 64، هو أعتقد في شهر 6. طبعا كان في تنظيم للإذاعة كامل، وتغيير وجوه ومسؤولين، حتى من ضمنهم تعيين حمد المؤمن على ما أعتقد وقتها من رئيس قسم البرامج الشعبية إلى مراقب عام البرامج. وتقرر افتتاح إذاعة جديدة للبرامج الشعبية، وعينت أنا رئيس لها في 64. نعم. شهر 6 كنت رئيس البرامج الشعبية عام 64. والحقيقة كان يعني الوقت قصير ما بين التعيين وما بين الافتتاح الإذاعة، لأن كانت الدولة مستعجلة في افتتاح البرنامج. نعم. فطبعا كان لنا أحداث، ما اشتغلتنا ليل ونهار حتى يظهر البرنامج في الموعد. نعم. المحدد، وحتى يظهر بشكل مشرف. ما أدري طبعا هذا يرجع للجمهور إذا كان زين. لا أنا أبي في الواقع الشغلات اللي واكب التأسيس، إنه أنت ما كان عندكم ذيك الساعة مكتبة موجودة، ولا كان في أي طبعا أغاني البرنامج الشعبي، وش سويت؟ ما كان في شيء بالمرة حقيقة. يعني وش سويت أنت لما كلفت وعطيت مهمة متابعة العملية هذه؟ هو الواقع، هو المشكلة مشكلتي أنا. أي لأن أنا خبرتي الإذاعية يعني في وقتها في 64 ما كانت خبرة كبيرة، يعني قد أكون نجحت إلى حد كبير في أني أكون إذاعي بمعنى الكلمة، يعني ككاتب ومؤلف ومخرج ومقدم برامج. كل الأعمال الإذاعية زاولتها برغبة وبحب وبهواية. نعم. لو كان في إذاعة موجودة يعني أردت تطورها قد أستطيع وأنجح بتطويرها، لكن كإذاعة جديدة كانت مشكلة بالنسبة لي، يعني ما أعرف كيف تبدأ الإذاعة الجديدة. ومع ذلك حاولت أعمل تخطيط معين، وفكرت في البرامج اللي ممكن تنحط في إذاعة البرنامج الشعبي، الأغاني اللي طابع الأغاني شلون يكون، الأغاني الموجودة اللي عندنا ولا الأغاني القديمة. عندنا جزء طبعا بسيط اللي هي الأصوات، أغاني بحر ما كان عندنا، ما كان في أغاني، ما كان في أغاني بحر، كان عندنا يمكن أغنية أو ثنتين وتسجيلهم رديء، كانوا من البحرين. نعم. على ما أعتقد سند واحد من أهم اسمه سند. يعني ما عندنا الأغاني اللي تكفي للبرنامج الشعبي، فاضطريت طبعا أني أتصل في
المطربين الشعبيين والفرق والعديدة أيوة الفرق طبعا فرقة بن حسين وفرقة العميري وأنا اللي جبتهم الإذاعة الحقيقة وبعدين سجلوا بالتلفزيون وكان سببها إذاعة البرنامج الشعبي. نعم نعم. مطربين أكثر من 70 مطرب ما وردوا على الإذاعة ولا سجلوا لأول مرة كانوا يسجلون في الإذاعة بسنة 64 افتتاحها. بس كنا نشتغل لغاية الساعة 4 و5 الصبح نسجل. أي. يعني الإذاعة تنتهي الساعة 12 المفروض تقفل الاستديوهات. فاحنا نستغل الاستديوهات ما بعد انتهاء الإذاعة من 12 للساعة 4 للساعة 5 للتسجيلات لأن ما كان في عندنا وقت. نعم. وسجلنا الحقيقة كثير من الأغاني الشعبية وبدأنا والحمد لله. كم كانت مدة البث في الإذاعة الشعبية ساعات؟ في البداية كان ساعتين وازدادت شيء كم شيء. ساعتين متى تبدأ العصر؟ العصر أعتقد. العصر كانت تبدأ من أظن 4 إلى 6 وقتها. كان صيف الوقت صيف يعني تنتهي المغرب. إيش كان يبث بهالساعتين؟ يعني هذا التقسيم أو تقسيم الدورة الإذاعية كنا نقدم طبعا البداية 4 ساعة أو 10 دقائق على ما أعتقد القرآن. بعدين فيه برنامج قصير وبرنامج طويل. البرنامج الطويل نختم فيه الإذاعة اللي هو نص ساعة دائما كان في بيني وبينك على ما أذكر من 64 برنامج مثل بريد المستمع. كان فيه برنامج جولة في الدولة مقابلات مع مسؤولين وبرنامج أيضا اسمه مقتطفات من برامج التلفزيون. كنا نرصد برامج التلفزيون أسبوعيا ونختار منها بعض اللقطات. يعني 7 أيام عندنا 7 برامج نص ساعة بالإضافة إلى برنامج في منتصف الفترة الإذاعية إما مسلسل شعبي يعني تمثيلية شعبية مسلسلة وإما برنامج شعبي معمول ويتخلل هذا طبعا الأغاني في الإذاعية والحفلات الشعبية. تذكر شيء من البرامج اللي كانت تقدم في أول مستهل الإذاعة الشعبية؟ والله أذكر المهم فيها لأن برامج عديدة قدمنا لكن في 3 برامج اللي هي تعبنا فيها وعملناها وما زالت الحقيقة عايشة والناس تذكرها. يمكن في مسلسل شعبي اسمه الطاعون. مسلسل الطاعون هذا كتبه الأستاذ الدكتور الآن الدكتور سليمان الشطي كان وقتها طالب في سنة أولى في الجامعة وطبعا كان أديب يكتب كان قصاص وأديب. كان أصلها قصة من صفحة ونص اسمها الدفة وحولناها أنا وهو عديناها يعني أعداد إذاعي 15 حلقة والحقيقة أخذت جو في بين المستمعين في الكويت وعجبوا فيها الناس تماما لأن كانت تحكي عن تاريخ الكويت وعن البحر وعن المآسي والأزمات اللي مرت في الكويت خلال التاريخ القديم. وفي مسلسل فيه برنامج مذكرات بحار هذا أخذ جو كبير الكاتب محمد الفايز. يمكن محمد الفايز وقتها في 64 ما كان معروف. محمد الفايز كان له قصة وياكم في الإذاعة الشعبية تصور. هو كان موظف ساعتها في كان موظف في وزارة الإعلام وكان يكتب قصص قصيرة ويكتب بعض الأشعار في مجلة أضواء الكويت أظن وقتها. فكتب كذا حلقة عجبت أنا فيها فناديته يوم قلت له إيش رأيك لو قدمناها كبرنامج إذاعي عندك استعداد أنك تكتب حلقات كاملة يعني الحلقة ما بين 30 و40 بيت ونعملها برنامج 1/4 ساعة للإذاعة الشعبية إذاعة البرنامج الشعبي يعني. فرحب بالفكرة وأبدأ استعداده لكن طبعا الإذاعة مثل ما نسميها دائما كالأخطبوط هو كتب 15 حلقة قبل لا نبدأ. بدأنا وعملنا 15 حلقة وخلصت وإحنا ما قدرنا نلاحق أو هو ما قدر نلاحق يكتب فكان يكتب الحقيقة يوم بيومه في آخر الحلقات. نعم. يعني يكتب في مكتبي الحلقة يذكرون أنك كنت تجيبه وتصك على الدار تقفل عليه تقول ما طلعك لما تخلص القصيدة. حصل بالفعل لأن التزام والارتباط مع الناس والناس كانت تتابع البرنامج لأن البرنامج كان ناجح جدا وكان الصحف تكتب عنه كانوا الناس يكتبون لنا رسائل عديدة حول البرنامج. فكنا كنت اضطر اجيبه من الوزاره واقفل عليه المكتب احط له اكل وشاي واقفل عليه المكتب وفعلا يخلص الحلقه ونسجلها في ظروف سيئه كانت لان كل عملنا كان سريع والاذاعه كل ما تنتج شيء ينتهي لابد تعمل شيء جديد لكن الستاف كان قليل ايضا يعني احنا ما كنا 4 أو 5 اللي كانوا يشتغلوا وياي وقتها واستعاره ايضا يعني واحد استعارنا من المكتبه عشان نكون مكتبه شعبيه اللي هو عبد العزيز الفهد الان مخرج في الاذاعه منصور المنصور كان يساهم معنا ايضا في بعض سالم الفهد كان يشتغل معي يعني بالحبيا كذي بدون مو رسمي فكنا نشتغل ليل ونهار الواقع محمد الراشد ايضا
في الاذاعه العام معروف كلهم في الواقع الوجوه هذول لا زالوا موجودين ويانا. طبعا جاسم بعد الفتره هذه انتقلت انت الى تلفزيون الكويت بصوره رسميه وكنت رئيس البرامج الخاصه ساعتها. نعم برامج الخاصه برامج ممكن مناسبات من ضمن البرامج اللي كنت تتعلمها. هو الواقع انا انتقلت رسمي كموظف يعني بعد الاذاعه الشعبيه. انا الحقيقه طلبت انتقال للاذاعه الشعبيه ورحت يعني التلفزيون. رحت للتلفزيون. قبل كنت اتعاون مع التلفزيون يعني اقرا اخبار واقدم برامج واعد بعض البرامج التلفزيونيه. يعني التلفزيون ما كان شيء جديد بالنسبه لي يعني كنت مع عملي في الاذاعه كنت اعمل في التلفزيون. فانتقلت رئيس قسم البرامج الخاصه. ما كان في قسم بهذا الاسم. القسم طبعا مفهوم من تسميته ان البرامج الخاصه بالمناسبات مثلا برامج اللي ما تسمى بالاذاعه الاركان اللي هي للطوائف والفئات موجهه للطوائف مثل برنامج الباديه برنامج الصحه البرامج صحة الجميع. صحة الجميع كان وقتها هذا له قصه ايضا برنامج الصحه صحة الجميع اي كان وقتها افتكر يقدمه الدكتور ابو غزاله فانا فضلت ان تقدمه بنت كويتيه وحاولت بحثت حتى ما وجدت وجه وشخصية ظريفة يعني ممكن تكون تقدم البرنامج اللي أعتقد اسمها فوزية غيس قدمت البرنامج بشكل حلو. كونها كانت هي طالبة في معهد التمريض ساعتها فيمكن هذا يعطي البرنامج نوع كونها ممرضة ونوع من التغيير يعني البنت كانت تحكي باللهجة الكويتية وكانت تقابل ناس كويتيين أيضا غير يعني مي دكتورة فكان البرنامج سهل يعني في اللقاءات غير الدكتور لما يكلم أي واحد يتكلم كدكتور والثاني كإنسان يتعالج عنده دكتور أو يروح له يعني صبغة مختلف. وبقيت فترة طبعا في التلفزيون طيب جاسم الحين عندك شغلك أنت في الإذاعة وبعدين بالتلفزيون بس قبل لا تجي الإذاعة وقبل التلفزيون طبعا ان انت كنت تعمل ومن كثير من الناس ما يدرون الا اللي كان لهم علاقه خاصه بالشغل اللي انت تشتغل فيه انت كنت تعمل رئيس وحده المرقاب مالت الشؤون الاجتماعيه فعلا انا زين. كنت اخصائي اجتماعي اي كنت اخصائي اجتماعي واشتغلت في الشؤون الاجتماعيه طبعا يعني اشتغلت عده اعمال اخرها كان رئيس وحده المرقاب الوحدات الاجتماعيه معروفه طبعا في كل منطقه كنت انا رئيس وحده المرقاب وقتها هويت الاذاعه وحبيتها في ذيك الساعه يعني ساعتها رئيس وحده يعني منصب جيد اداريا من ناحيه الوظيفه فالواحد يتساءل شو اللي خلاك تهد هالمنصب رئيس وحده يعني يمكن لو انك قاعد كان الحين وكيل مساعد او شيء من هالنوع والله زملائي وكلاء مساعدين البركه يعني. للجميع فيعني شو اللي خلاك تهد المنصب اللي كان زين ساعتها عبد الرحمن وتروح الاذاعه هويت الاذاعه الحقيقه يعني حبيت الاذاعه وبعدين لما جيت قدمت تيست كل اللي اشتركوا في فحصي يعني سواء من ناحية اللغة العربية أو الثقافة أو الأداء أو الصوت شجعوني ومو شجعوني الحقيقة يعني أطروني كثير لدرجة أني أنا خلاص أبي الإذاعة. اشتغلت أنا فترة بالإضافة إلى عملي في الشؤون الاجتماعية كنت أتعاون مع الإذاعة ومع التلفزيون يمكن لمدة سنتين أعتقد من سنة من أواخر 60 إلى أواخر 62 أنا انتقلت رسميا لوزارة الإعلام في 62 فحبيت العمل طبعا وضحيت يعني تركت العمل الأصلي. ما أدري هل أنت الآن لما تنظر إلى الخلف والمهنة اللي تركتها للإعلام أو لي رحت للإذاعة والتلفزيون هل أنت يعني موافق مع الخطوة اللي أخذتها أم لو عاد التاريخ نفسه طبعا هذا مستحيل كنت تبقى في وزارة الشؤون؟ لا أوافق على الخطوات اللي عملتها فعلا لأن الحقيقة في ذاك الوقت كانت عملية إثبات وجود. يعني الإذاعة كانت بحاجة ما كان في كويتيين الواقع كانت الإذاعة بحاجة الأصوات كان في اثنين أو ثلاثة اللي هم حمد المؤمن عبد الرزاق السيد عبد الله خلف ما نسمع أصوات غير أصوات الإخوان الثلاثة. نعم. فالإذاعة طبعا مثل ما تعرف تبي عدد كبير من الكويتيين وشفت أن في مجال أني أنا أنجح في العمل هذا. فما كنت أعمل إلا ما عملت. كانت هواية والعمل لما يصير هواية يصير زين. طبعا. أخوي أنت من أيضا كتاب الأغنية المعروفين خلينا نقول لك أغاني ضربت ضربة ولا زال الجمهور هني يذكر أيام أغاني الطنبورة.
اللي اشتهرت و طلعوا فيها الفنان يوسف الدوخي ولحن منها كثير وغنى لها كثير محسن المهنة. في من الأغاني اللي أنت ألفتها أذرب خلي خلي جفاني، خلي جفاني هي أول أغنية طنبورة، أول أغنية في ألحان الطنبورة خلي جفاني، وأذرب خلي حسنها الفتان عم الدوخي يعني. أي يا غالية أبو الموقة، أي ولك ايضا اغنيه اللي نزلناها اول برنامج شمعة الجلاس غناها حسين جاسم، ومن غاب عني الحبيب الى اخره. ففي الواقع حسب الاحصائيه اللي الواحد يقدر يطلع عليها بصوره مجمله، انت لك اكثر من 30 اغنيه ملحنه ومغناه، واللي الفته اكثر من هذا في الواقع. لو نظرت للاغاني اللي سويتها، اي اغنيه احب الى نفسك؟ والله الأغنية اللي نجحت، أي أغنية كلها نجحت يعني أبو الموقع كان في وقتها حقيقة من الأغاني الخفيفة اللي خذت جو بالكويت وحبوها الناس، فأنا كنت أرددها مع الناس يعني. يا غالي أبو الموقع، شمعة الجلاس أيضا، خلي جفاني، كل الأغاني اللي كانت شعبية. لأن بس من ناحية تاريخية، فقط من ناحية تاريخية، لأن خلي جفاني هي سجلت على أبيض وأسود، ولأنها أول أغنية من ألحان الطنبورة. نعم. فا إيش رأيك لو ننزل منها شوية؟ والله أنت ما تشوف. ألحان الطنبورة هذه، هل أنت كنت عارف إن الأغاني اللي ألفتها راح تغنى بهالصورة؟ لا، والحقيقة كان لحن الطنبورة مفاجأة من يوسف توخي، فاجأ فيها الجميع. يعني على ما أذكر يوم لاقاني في الإذاعة، فصرح علي تعال 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 أبيك، فاجأني يعني جر. ايش فيك يوسف شاير؟ قال لا بسمعك شيء جديد عمرك ما سمعته. دخلنا الاستوديو او غرفه رئيس القسم اعتقد الموسيقى، واخذ العود وقعد يزمن. قلت له كانها طنبوره. قال فعلا طنبوره. وعقب يشم على العود دق هاي فعلا. فكانت يعني كانت مفاجاه انه يعني طنبوره ما كانت على البالنا ممكن تكون الحان كويتيه تمتزج يعني ويتقبلونها الناس بهالصوره حقيقه. ونجحت وبعدين استمر يوسف. بعدين طبعا راح القاهره وعمل ماجستير في الموسيقى ورجع. بس الى الان ما يعني يوسف لم يظهر نشاطه في الآونة الاخيره، ما ادري هل عندك تدري؟ يوسف الان يدرس الحقيقه، حضر الدكتوراه. وحصلت مشاكل ايضا بالنسبه له، لان اعتقد الدكتور المشرف على الرساله توفى. أيه. فانتقلت إلى دكتور آخر، غير من أسلوب الخط الرسالة وكذا، فأخذ وقت يعني وجهد. جاسم، في شيء ظاهرة بالنسبة لمعظم الدبلوماسيين اللي قابلناهم في البرامج في شبكة التلفزيون، هم فنانين أو عندهم روح فنية أو شيء من هالنوع. خل أعطيك عينة من الناس الدبلوماسيين اللي قابلناهم، كنت ما شفتهم، كنت في القاهرة. قابلنا الأستاذ حمد رجيب، سفيرنا السابق القاهرة. قابلنا محمد بن عيسى، هذا عضو مجلس النواب مغربي وشخص إعلامي وأيضا دبلوماسي. وقابلنا سليمان الفهد، أيضا دبلوماسي وهو أيضا صحفي وإعلامي إلى آخره. والآن قابل جاسم الشهاب. أخوي، في شيء في علاقة بين الدبلوماسية والفن، أو الفن والدبلوماسية؟ والله أعتقد إذا توفر دبلوماسي فنان يكون أفضل، تهيألي، لأنه الفنان بيكون عنده حس، عنده ذوق، عنده نظرة فاحصة للأمور، يستطيع يعني حسن التصرف. فبتصور لي هذه الصفات في الإنسان بتخدم الشخص الدبلوماسي أو بتخدم الدبلوماسية ذاتها. مجرد رأي. هي ماشية ناجحة العملية. إذا كان الدبلوماسي فنان، شوفه بيأدي عمله بفن يعني. علينا أن نبحث عن الفنانين اللي نحولهم لدبلوماسيين. أخوي، من عملك الطويل بالإذاعة والتلفزيون، تقدر تقول لنا بعض الطرائف اللي صارت لك وأنت تقرأ الأخبار وأنت تعمل برنامج؟ مية هذه بلا حصر حقيقة وايد. يعني أنا عملت يمكن في الإذاعة والتلفزيون 13 سنة متواصلة، غير يعني السنوات الأخيرة أنت رحت أدرس بالجامعة وبعدين اشتغلت يعني انقطاعات. لكن خلال العمل هذا الواحد طبعا تمر عليه
طرائف ومشاكل ومطبات مثل ما يسمون مآزق. يعني مثلا على سبيل المثال بالنسبة لنشرة الأخبار بالتلفزيون، طبعا كانت تقدم بصورة غير اللي تقدم فيها، يعني ورق ونقرأ ورقة ورقة، الآن التكنولوجيا الحديثة دخلت في التطوير. ففي خبر من الأخبار صفحتين، صفحة وفيه سطرين أو ثلاثة بالصفحة الثانية، أنا وإحنا نراجع الأخبار قبل النشرة يظهر وأنا ألم الأخبار رايح للاستوديو نسيت الورقة الثانية اللي فيها تكملت الخبر. من حسن الحظ أني أنا نادر ما أقرأ الأخبار قبل النشرة، بس من حسن الحظ أني أنا قاري الأخبار وقاريها عندي، كان عندي وقت ففاهم موضوع الخبر أو نهايته. يعني كان الخبر على ما أذكر عن الهند ورئيس الوزراء وقتها إنديرا غاندي، ففوجئت على الهواء أنه ما في فتحت الورقة الثانية كلها مو موجود، فعرفت أني أنا نسيت، فكملت بحسب فهمي للخبر. أيضا مرة من المرات كان الاستوديو عندنا ما في مكيف، وكان في الصيف في شهر 8 أعتقد، كان في مناسبة يومها نشرت الأخبار عندي، وكنت أتمنى تخلص النشرة بأي صورة لأن حر والأضواء، وأفاجأ بموظف الأخبار يدخل علي 24 ورقة نص قطعة وطبعة ثانية اللي هي فيها الكربون، يعني احنا عادة يطبعونها لنا طبعة جديدة، عملوها على عجل. كان في مناسبة افتتاح مصفات المياه أو جزء منها أو توربين جديد، كان الله يرحمه صاحب السمو الشيخ صباح السالم كان ولي عهد في وقتها في 65 على المعتاد أو 64، ومفتتحها وألقى كلمة، والخبر طويل يعني فيه الكلمة كلها والخبر، ولازم نقرأه لأنه جابوه في آخر لحظة ولازم نقرأه في نشرة الأخبار. أنا هل كان من ال تطلع بطلع بالهواء، كان الحقيقة مأزق متعب. يعني ما أدري هذه مشكلة من مشاكل العمل التلفزيوني، بس كملت قريتها بحوالي ساعة ونص، يعني الأخبار أخذت ساعة ونص وقت. كملت 24 ساعة، كملتها بطلعة الروح. بالنسبة للإذاعة أيضا في مشاكل كثيرة ومأزق، تجي مثلا تعمل برنامج، يعني أذكر برنامج كان معمول فعلا ومسجل ومنتج وبنذيعة في إذاعة البرنامج الشعبي، قبل البرنامج بلحظات يدورون على الشريط مو موجود شريط البرنامج، شريط البرنامج، والبرنامج كان مسجله سالم الفهد مو أنا. كان البرنامج اسمه بيني وبينك، عبارة عن رسائل من المستمعين وبنرد عليها، وفي أغاني وفي النص عندي، فتصرفت قالوا لي ترى ما لقينا الشريط، بحثنا عنه وموعد البرنامج جاي، جيت ركض من المكتب معي النص وقدمت على الهواء. غيرت من، قلت لهم أي الأغاني الموجودة على البرنامج، يعني ما كان عندنا وقت، فألغيت من أغاني البرنامج دخلتها البرنامج العادي يعني اللي ماشي، دخلتها ضمن البرنامج، حولت حتى الكلام عنها على الهواء، وبعدين وضعنا طبعا بعد ما خلص البرنامج وضعنا أغاني أخرى وجبناها من المكتبة، فكان يعني مأزق. أيام أخو جاسم، في نهاية هالدردشة نشكرك ونتمنى لك عودة سعيدة إلى مقر عملك، وشكرا جزيلا. تسلم، أشكرك.